اكسب بس مباراه بكره ربنا يكرمني واعمل المجهود الكبير اللي انا اموت نفسي ك 11 لاعب وابتدي بالتشكيل الجيد كجهاز فني واللعيبه تموت نفسها في الملعب. المكسب والخساره والتعادل دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك. لازم نبقى واقعيين واحنا بنتكلم مع حضراتكم، ما ينفعش اقول لكم ايه لا احنا هنكسب، الارقام بتقول ان الاهلي هيكسب، الارقام بتقول ان الاهلي هيكسب، لكن ما حدش عارف بكره ايه اللي ممكن يحصل. لكن اللي انا عارفه ان ال 11 لعيب اللي موجودين في الملعب هيموتوا نفسهم عشان يكسبوا بكره. 11 لعيب اللي بيلعبوا في النادي الاهلي او اللي هيلعبوا بكره باسم النادي الاهلي هيموتوا نفسهم عشان يكسبوا. اللي احنا عايزينه من حضراتكم او من اللاعبين غدا 11 مقاتل، 11 راجل جوه الملعب، اعمل اللي انت او المجهود اللي مطلوب منك والتعليمات اللي مطلوبه منك من الجهاز الفني، الباقي بتاع ربنا، الباقي بتاع ربنا. كان دايما في مقوله يقول لك ايه، النادي الاهلي محظوظ. انا المقوله دي على فكره مش النادي الاهلي بس اللي محظوظ، المحظوظ اي مجتهد في الدنيا هو محظوظ. هو ليه النادي الاهلي ربنا بيديله الحظ؟ ربنا بيديله بالحظ للنادي الاهلي عشان لعيبته بتجتهد، مجلس ادارته بيجتهد، ناس محترمه، ناس عارفه هي بتعمل ايه، كل المنظومه تحس ان الناس في النادي الاهلي ناس محترمه ما بتطلعش لعيبه من بقها، واللاعبين بيموتوا نفسهم على قد ما يقدروا او على قد امكانياتهم لغايه لما ياخدوا البطوله. فعشان كده دايما تلاقي ان ربنا بيديله في الدقائق الاخيره. احنا كسبنا كام ماتش السنه دي في الدقائق الاخيره؟ فالموضوع بالنسبة لي الحقيقة محسوم، الموضوع بالنسبة لي منتهي. نادي المقاولين نادي كبير جدا ونادي محترم جدا جدا جدا، ياما ياما شفنا لعيبة كبار ولعيبة محترمة من نادي المقاولين العرب، ولكن الطبيعي ان الاهلي يكسب المقاولين العرب، ده الطبيعي. وانا بتكلم مع حضراتكم مش انا، اهو الارقام هي اللي بتقول كده. فأي حد هيدخلكم في المتاهات دي سيبكم منه، سيبكم منه. لكن في النهايه الموضوع في ايدك انت بقى، الموضوع في ايدك انت كنادي اهلي او كلاعيبه النادي الاهلي. بكره 11 لاعب جوه الملعب يعملوا اقصى مجهود يقدروا يعملوه ويموتوا نفسهم جوه الملعب، يموتوا نفسهم جوه الملعب. اي 11 يلعبوا. بالمناسبه انا ولا عايز اتكلم في تشكيل، هنتكلم طبعا في الجزء الثاني في من فقره اليوم هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي المتوقع وكذا 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 وكذا، ولكن انا شخصيا ما يفرقش معايا مين اللي يلعب بكره. انا بكره 11 واحد يموتوا نفسهم جوه الملعب عشان يقدر يكسب، نقدر نكسب المباراه وناخد الدوري بعد ما ناخد